وللمزيد من التفاصيل معنا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، يعني تطلعنا على أهم تفاصيل اليوم وما دار من نقاشات في جلسة الحوار الوطني. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الأول في المحور المجتمعي في المرحلة الثانية من الحوار الوطني. نتحدث اليوم بعد توصيات التي شجعت عدد كبير من الفنانين والمثقفين وأيضا القائمين على الصناعات الثقافية منها السينما والمسرح على حضور المرحلة الثانية بعد أن وجدوا مصداقية في خروج هذه المخرجات حقيقية وصلت إلى السيد الرئيس. شاركوا اليوم عدد كبير من الفنانين في اللجنة الخاصة بالثقافة والهوية المصرية وتحدثوا عن دور وآليات السينما في دعم الثقافة المصرية وأيضا التأكيد على الهوية المصرية. كانت نقطة أخرى أيضا تحدثوا عنها في هذه اللجنة وهي فكرة الدعم الخاص بالسينما. منهم من شارك برأيه في أهمية دعم الدولة للسينما والمسرح، ومنهم من قال أن يجب أن الدولة أن ترفع يدها تماما عن فكرة دعم المسرح والسينما. كانت هناك وجهات نظر مختلفة داخل هذه اللجنة، ولكن أيضا أشادوا بالافتتاحات الأخيرة الخاصة بالمسارح المختلفة وعودة المسرح مرة أخرى، وأيضا آخر التطورات في التعامل مع الفنانين وفكرة الحرية الخاصة بالفن، وكما تحدثنا من قبل والتأكيد على الحرية الخاصة بتأكيد الهوية المصرية. كان هذه الجزء الخاص بلجنة الثقافة والسينما. الجزء الآخر كانت لجنة الشباب. لجنة الشباب وتمكين الشباب، كان هناك إشادات كبيرة بما حدث مع الشباب خلال الفترة السابقة، منها البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، أيضا عدد كبير من الشباب الذين هم بالفعل في المحافظات المختلفة ونواب للوزراء، كان هناك إشادة كبيرة بذلك. ولكن التحدث كان حول النقاط التي يجب العمل عليها، كانت حول الاتحاد اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية وأيضا المؤسسات الرياضية، وكيفية توجيه هذه الطاقات الخاصة بالشباب لخدمة الوطن في حد ذاته، وأيضا توفير الوسائل المختلفة لإخراج هذه الطاقات. على سبيل المثال كانت منها أندية ومراكز الشباب الرياضية، على أن تكون أيضا هذه المراكز ليست رياضية فقط ولكن رياضية ثقافية، وتستمر هذه الجلسات حتى نهاية اليوم للخروج أيضا بتوصيات من الشباب الذين يشاركون بنفسهم. أيضا هناك أفواج من الشباب جاءت لتشارك في هذه اللجنة اليوم الخاصة بتمكين الشباب، إما شباب يشاركون في فكرة المشاركة السياسية، التمثيل السياسي في المجالس المحلية الشعبية، وأيضا الجزء الخاص بالرياضة وغيرها من النشاطات الطلابية المختلفة. كانت هذه ربما أهم النقاط التي تمت مناقشتها اليوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.